رح نحكي شوي بملف النفسي. يمكن كنا عم نقول ناس كثير بتتعرض لصدمات نفسيه، صحيح. ولكن دائما عندنا نظره المجتمع للشخص اللي بيزور طبيب نفسي ممكن يقولوا عنه ببساطه مجنون، يعني هاي الكلمه لحالها ممكن تنزل اذا يعني في شويه عقل ممكن تنزل هاي الاسهم كثير عنده. اكيد رشا، مع الاسف، مع انه علميا ما في شيء اسمه جنون، يعني تمام. بالنهاية ما في مرض ولكن اسمه هو جنون. نظرة مجتمع، يعني هو شيء شائع بين الناس، أخطاء شائعة. خلينا نقول طبعا الصدمات النفسية بتختلف من شخص لآخر، بتختلف الأسباب، الحالات، المضاعفات اللي ممكن تسبب عند كل شخص فينا حسب نوع الصدمة. في أشخاص ممكن فورا يلجؤوا للدكتور النفسي ويكون جنبهم أو في حالتهم يطلعوا بأقل الخسائر والنتائج، في أشخاص لا، بفوتوا بمرحلة العزلة وبتكون عليهم الأسباب كتير كبيرة، ممكن يكون في خسارات. صحيح. بيأثر على نفسه، بيأثر على البيئة المحيطة، إذا كان عنده أولاد كمان بيكون تأثيره كتير مباشر، وهذا الشيء مثل ما قلنا بسبب أنه الخجل من المجتمع، أنه أنا عندي اليوم حالي نفسية ولكن أنا بعيداً عن الطب، ما رح فوت بهي القصة كرمال ما حدا يحكي علي. خلينا نتوسع أكثر اليوم سلمى بالصدمات النفسية، أسبابها، الأعراض، وأهم الحالات اللي موجودة حاليا بالوقت الحالي مع الدكتور راغد هارون، حضرتك أخصائي طب نفسي. بدي لك صباح الخير. يسعد صباحكم يا رب. أهلا وسهلا فيك الخير. دكتور، صباح الراحة النفسية بالبداية. في راحة نفسية بالبداية دكتور، مع أنه صعبة المنال حاليا. لا، لازم نحاول نكون مرتاحين نفسيا أو سليمين نفسيا منذ الصباح حتى نقدر فعلا أكيد. نعطي إنتاج جيد. دائما المجتمعات اللي بتهتم بالسلامة النفسية أو أبناء المجتمعات اللي بتهتم بالسلامة النفسية هي مجتمعات منتجة فعالة، مجتمعات بتعطي، ولكن المجتمعات المهملة لهذا الموضوع هي مجتمعات قليلة العطاء، لأنه بالنهاية السلامة النفسية هي السلامة العقلية، والعقل هو صاحب كل الإنجازات والأداء للإنسان. أكيد دكتور. طيب دكتور، خلينا نبلش اليوم موضوعنا عن الصدمات النفسية. صحيح. شو هو الشيء أو الحالة الإنسانية اللي بيمر فيها الإنسان بنوع معين بنقول هاي صدمة نفسية؟ صح. وليست مشكلة، ليست خناقة ولا زعلة ولا هدول القصص البسيطة، كيف يصنف الشيء أنه هو صدمة نفسية؟ صحيح. الصدمة النفسية وما أكثرها الصدمة النفسية بالحياة، وخاصة الفترة الماضية من يعني اقتتال وحروب وكل هالمشاكل اللي مرقنا فيها حقيقة. الصدمة النفسية فعلا مثل ما تفضلتي أخت سلمى، هي ما هي موضوع زعل بسيط أو هي مشكلة بسيطة في العائلة أو خارج العائلة. الصدمة من اسمها شوك، هي حالة ذهنية ومزاجية حادة أو مزمنة تحدث عند الشخص بشكل حاد أو مزمن، ناتجة عن ظروف واقعية عم يعيشها. حادة أو مزمنة كيف؟ قد يكون الإنسان لا سمح الله داخل على البيت فجأة لقى والدته أو والده اللي ما في أي مشكلة مريض متوفي. هاي الصدمة بتكون هون صدمة، تمام؟ حادة. مزمنة هي المعايشة اليومية لردود نفسية مستمرة، مثل المرأة اللي عايشة مثلا مع رجل كل يوم عم يعنفها، عم يسألها، يعني هي بالنهاية بتوصل لمرحلة بتنكسر المعاوضة عندها وبصير في عندها صدمة حقيقة. بس الصدمات الحقيقية يعني هي الظروف القاسية جدا اللي ممكن يعاينها الجندي بالمعركة حقيقة، مثل استشهاد زملائه أمام عينه وما نقدران يشوفهم، مثل انفجارات ورؤية الناس أشلاء، هذا المنظر ما بينسى بحياته وما بينسى أي تفصيل فيه، وذكر أي تفصيل بباقي حياته رح يذكره بهذا المقطع، مقطع الفيديو بحياته ورح يرجعه للشدة النفسية. إذن هي حالة كتير كبيرة من الشدة عم تؤدي لحالة ذهنية ومزاجية كبيرة عند الإنسان، أو تبدل مزاجي وذهني كبير عند الإنسان، ومن الممكن أنه يستمر معه مدى الحياة. هلأ منشوف الكومبليكيشن أو الاختلاطات عند الأشخاص اللي في عندهم صدمة.
طيب دكتور، فينا هيك نخصص طبيا باسماء طبيه اليوم، نحكي عن انواع الصدمات النفسيه اللي بتعرض لها الاشخاص. اليوم حضرتك ذكرت انه الشاب او الجندي اثناء المعركه بضل بذاكرته ارشيف من الفيديوهات والصور. اليوم الطب النفسي قادر انه يعمل سوفت وير لهدول الصور، يعمل يرجع من جديد انه ينسى؟ صحيح، بمعنى نحن قادرين نعالجه للشخص انه يطلع كلياتنا في صور بحياتنا اكيد سلمى، بس نرجع أكيد نتذكرها بنفوت بحاله ما أكيد، ولكن يوم عن يوم بتقل بتقل بتقل. صحيح. ولكن بشكل مباشر وقت عم تشوف انت اليوم رفيقك عم يستشهد او في لغم جنبك عم بيتفجر، صحيح، بيعيشوا اكثر بالذاكره. اليوم طبيا الدكتور قادر انه يتساعد مع مريضه حتى يقدر يعمل له؟ اكيد طبعا. الصدمات يعني هي بس من اجل انه نتوسع اكثر بشرحها، يعني هو ليست فقط موضوع الجندي، ايضا موضوع الاختطاف هو صدمه كثير كبيره، موضوع الاعتداء الجنسي هو صدمه كثير كبيره، هناك صدمات ايضا بيتعرض لها الاطفال. طبعا الصدمه النفسيه بيتعرض لها الانسان من هو طفل الى الايام قبل نهايه حياته، يعني طول فتره حياته من الممكن انه يتعرض لصدمه حسب الحادث الراد اللي هو تمام. هون بنفوت بانواع الصدمات، خلينا نحكي طبيا اليوم شو هي انواع الصدمات. فانواع الصدمات طبعا هناك صدمات بسيطه، يعني مثل موضوع قلة الاهتمام عندها الطفل من أهله، قلة استماعهم له، أحياناً بعض التعنيف الجسدي وغيرها من الشدات، ولكن هناك شدات كبيرة جداً مثل ما ذكرنا، يعني موضوع الاغتصاب، موضوع الاختطاف، موضوع الموت، حالة الفقدان والموت، لأنه دائماً نحن في نوع من الشدات بنسميه البوست تروماتيك ستريس ديس اوردر او اضطراب الشده ما بعد الرد. هذا النوع من الاضطراب يحدث حصريا لما حياتي بتتهدد او بشوف حياه الاخرين عم تتهدد، او بيصيبني رد شديد غير معتاد عليه الإنسان على الإطلاق، مثل موضوع الاختطاف ومعايشة الموت كل يوم أنه أنا بدي موت، أو الاغتصاب أو الاعتداءات الأخرى على الجسد. هي بالنسبة لأنواع الصدمات فهي بسيطة إلى شديدة وبتتدرج حسب شدة الحادثة الرادة. بالنسبة للعلاج وبالنسبة لي هل نحن قادرين، للأمانة طبعا ليس كل من يتعرض لهذه الحوادث الرادة جدا بيصيبه صدمة أو بيصيبه اضطراب شدي ما بعد الرد، أو بيصيبه تبدل سلوكي أو تبدل شخصية دائم مدى الحياة، ليس كل. ولكن يا ترى مين هن الأشخاص؟ هذا اللي كان بيسألك عنه تماماً. اليوم دائماً بسمع هي الجملة من كل الأطباء النفسيين والاختصاصيين الاجتماعيين، أنه حسب معاودة الإنسان، حسب حالته النفسية، قدرته على استيعاب المشاكل اللي ممكن شدة تمام. شو يعني معاوضة؟ يعني أنا هلأ بالمرض بعرف واحد حرارته ارتفعت والتهاب معناته انكسرت معاوضته، خلاص هذا مريض. أما بني آدم نفسياً شلو أنا بعرف أنه هيدا انكسر معاوضته النفسية؟ شو هي المعايير؟ طبعاً موضوع المعاوضة هو موضوع الشخصية المبنية بشكل ثابت ومتماسك، بقدر ما بيكون هالشخص منذ الطفولة مؤسس من عائلة بشكل دقيق وملاحظات هامة، بقدر ما بيكون قادر على أنه يتفهم الظروف والشدائد بالحياة. هي نقطة. نقطة تانية، ممكن يكون نفسه هذا الشخص المعد إعداد جيد، بس في عنده بنية كيماوية دماغية غير قادرة على احتمال هذه الشدة، يعني عنده نظام كيميائي، لأنه دماغنا اللي بيشغله وبيشغل الانتباه والتركيز والمحاكمة وغيرها من وظائف الجملة العصبية المركزية، هي مواد كيماوية بنسميها نواقل عصبية، حسب النظام الكيماوي عنده بيقدر يتحمل هالشدة أو لا. كيف تتحدد؟ هلأ بتتحدد من خلال
مصادفة تعرضوا لها الشدة، هل فعلا احتمل هذا الموضوع أم لا؟ أحيانا ممكن نتنبأ لهالشخص أنه قادر على احتمال الشدة، أو أنه ما نقادر من خلال سلوكه الخارجي، سلوكه وبنية شخصيته، قدرته على التواصل سابقا للحادثة. فالصدمة وما تحدثه من تبدل كيماوي دماغي هو موضوع المعاوضة وعدم القدرة على المعاوضة. لما ما بيكون في قدرة رح يصير في تبدل كيماوي سيروتونيني أو نور إبينفريني أو دوباميني أو غيرها من النواقل العصبية الدماغية، ستؤدي إلى أمراض أخرى ممكن تعيق حياة الإنسان، أو ممكن يكون تأثير هذه الصدمة محدود لأيام بسيطة وبيصير في تفاهم إلى وبيتجاوزها وبيتابع حياته حياتها. مشان نكون دقيقين، مو كل من شاهد لا سمح الله انفجار أو لا سمح الله استشهاد أي إنسان أو حادث مريع لا سمح الله، أيضا ممكن أنه يصير معه اضطراب شدي ما بعد الرد، أو يصير معه صدمة، يعني تفاعل كرب حاد أيضا منسميه هذا، لأنه بلحظتها عم يصير وليس بعد فترة شهر أو ستة أشهر. دكتور خلينا نحكي عن الأعمار اليوم، في حدا يعني ممكن يكون خارج الحالات والصدمات النفسية حسب العمر؟ أكثر شيء مين أكثر شيء اليوم مهدد بالصدمات النفسية؟ صحيح، للأمانة في أطراف هشة بالحياة، هن طرفي العمر دائما، نحن الأطفال والمسنين وأيضا النساء بحكم تكوين الهرموني، تكوين البعيد عن أحداث التدريب على الشدة والعنف وغيرها من المشاكل، لذلك بتلاقيها بتنصدم أكثر من الرجل حقيقة بالحياة ببعض الأمور اللي هو ممكن أنه يلاقيها عادية. أما بالنسبة للحوادث الرادة فهي بتصدم الرجل وبتصدم المرأة أضعاف مضاعفة، يعني إذا فعلا تعرضت أو كانت المرأة طبعا، وهذا الشيء يعني جرب ولكن بشكل قليل، أنه المرأة حاربت بالحروب السابقة وإن شاء الله تنتهي الحروب من العالم ويعم السلام كل العالم ونخلص من المشاكل ونعيش كلنا بمحبة، شاركت المرأة ولكن ما شافت ما رآه الرجل، لأنه هو معد يعني بنيويا وذهنيا وتدريبيا للاقتتال وتحمل هكذا مشاهد، فلو شاهدت ذلك كان رح يكون الوضع أسوأ جدا بالنسبة إلى واختلاطاتها الصدمة النفسية أسوأ جدا على المرأة. نعم. طيب دكتور خلينا نحكي بنقطة اليوم، تبعات الصدمات النفسية، متى تتحول الصدمة النفسية إلى مرض نفسي، وهل معالجة الصدمة النفسية هي بنفس الطريقة اللي بتعالج فيها اليوم المرض النفسي؟ يعني أن نحن بنعرف الشخص اللي عنده اضطراب سلوكي، اكتئاب، اضطراب بالشخصية، ما إلى ذلك، له جلسات معالجة معينة وله أدوية معينة. صحيح. هاي الأدوية بتحافظ صحيح. على مستوى معين هو اضطر أنه صار عنده نقص فيه. طبعا. فخلينا نحكي لأنه هذا شيء كتير مهم. أكيد. ونحن طبعا حاكين سابقا كتير أنه إدمان، ما في شيء اسمه إدمان بالأدوية النفسية، في شيء اسمه حاجة جسم، مشان تماماً يعني تماماً خالصين جيد. من هاي جيد أنه نبتدئ يعني بحسن نية بما يتعلق بالأدوية النفسية، لأنه دائما النية سيئة عند عامة الناس، هاي من الأخطاء الشائعة اللي بدولها المجتمع، وللأسف عند كتير من يعني. المؤسسات الحكومية عندها يعني نية سيئة للأدوية النفسية، طبعا هذا بسبب جهل وليس بسبب أي سبب آخر. يعني بالنسبة للصدمة وتحولها لمرض نفسي، اختلاطات الصدمة، الصدمة هي لحظة حدث معنا هالحادث هذا أو قلنا عم نمر فيه بشكل مستمر. طبعا اختلاطات الصدمة كثيرة حقيقة، من أهمها إصابة الشخص بالاكتئاب، أيضا إصابته بالقلق، نوبات الهلع، نوبات الفزع والخوف، إصابته
سوء استخدام المواد احيانا بيصير في شيء اسمه سيلف ميديكيشن او بيحاول يعالج نفسه الشخص بعد ما صارت هالقصة معه اللي هي راضة جدا، مشان ما يروح لعند طبيب ممكن انه يروح يشتري كحول، يروح يشتري مثلا حبوب معينة، بلاقي حاله صار في عنده substances abuse، سوء استخدام مواد، ما عاد يقدر يرتاح إلا إذا أخذ الحبوب، ما عاد يقدر ما يفكر بالحدث الراد إلا إذا أخذهم. هي مشكلة ممكن أنه تحدث حياتك. ولكن من أهم الأعراض يلي ممكن نلاحظها على صاحب الصدمة وخاصة اضطراب شدة ما بعد الرد باعتباره من أشيع أنواع الصدمات حياتاً، منلاحظ أنه هالشخص تبدلت حياته بشكل كامل، كان شخص وصار شخص آخر، كان شجاع صار متجنب لأي حدث أو أي مكان أو أي ذكرى لهذه الحادثة اللي مر فيها، متبلد، بارد عاطفياً، ما كثير متفاعل مع المحيط، كئيب، بيجفل من أي صوت ممكن أنه يسمعه، ما عاد عنده قدرة على التركيز على الانتباه، أداؤه انخفض، كان في عنده أداء جيد والآن هو بمرحلة متدهورة. فكلياتها هي تعتبر اختلاطات للصدمة في حال تركت الصدمة وما اهتمينا فيها. طبعا وأنا بشدد على فكرة حتى الأشخاص يلي ما رح يصير معهم كومليكيشن أو اختلاطات بعد الصدمة لازم نتحدث أو لازم يتحدثوا بي المشكلة اللي صارت معهم من أجل أنه مواجهة، يمكن هي أفضل الحلول تماماً، مواجهة من أجل أنه أو السرد، هي اسمها تقنية بالعلاج النفسي، العلاج السردي، بأنه نسرد القصة وتصير جزء من قصة حياته وناخد منها عبرة ويقدر المعالج يمكنه لهالمريض من كيفية التعامل مع المشكلة إن حدثت مجدداً لا سمح الله. طيب دكتور، خلينا نحكي عن أساسيات التعامل مع الشخص اللي بيكون عنده حالة نفسية أو صدمة نفسية. كيف اليوم الطب النفسي عم يتعامل مع المريض؟ أكيد ما في شك المريض المعرض لصدمة هو مريض أحياناً بيكون إسعافي، لأنه ممكن يكون داخل بحالة فزع أو هلع شديدة جداً أو حالة تبدل بسلوكه بالمنزل عم يكون فيها هياج وتشكيل خطر على حياته وحياة الآخرين، لذلك لابد من التعامل مع المشكلة بشكل منهجي وجدي من أجل إعادة هالإنسان لحياته بشكل سليم. بداية لابد من الاستماع وحسن الاستماع لمشكلة هذا الشخص المردود، لابد من تثقيفه بأنه أنت مريت بمشكلة ولازم نعالجها ولازم نروح لعند المختص بذلك، لعند الطبيب ولعند المعالج النفسي، لازم نتحدث بهالموضوع ويسرد هذا الموضوع. طبعا العلاج النفسي عديد تقنياته، بيقوم فيه السايكولوجيست اللي عمله مهم جدا، إما علاج معرفي سلوكي أو علاج سلوكي مشان يحافظ على سلوكه ويزيل التبدل السلوكي اللي حدث عنده. أيضا ممكن أنه هناك العلاج السردي اللي بيتحدث بالقصة مثل ما قلنا، وغيرها من إزالة الحساسية وتقنيات نفسية أخرى. أيضا هناك العلاج الدوائي، لأنه بكثير من الحالات تضطرب الوظائف الفيزيولوجية لهالإنسان، من شهية للطعام، من نوم، من رغبة جنسية، من قدرة على التواصل مع المجتمع ومع كل أبناء المجتمع، لذلك لابد من السيطرة على هالاضطرابات لحتى شيئا فشيئا نعيده إلى الحياة ونعيده لأداؤه لعمله. إذن دوائيا وعلاج نفسي. النجاح كبير جدا، حالات لا تذكر أو نادرة جدا ممكن أنه يعند علاج المريض، بمعنى أنه كل فترة وفترة ينكس أو أنه يكون تحسنه بطيء شوي، ولكن بالنهاية التحسن والنجاح
موجود حياة. أكيد دكتور، قبل ما نختم حديثنا دائما معتادين نأخذ نصائح بالنهاية. اليوم نحن عم نحكي مع طبيب نفسي، يعني أكثر شخص رح يعطينا الراحة بالوجود، ونحن كثير سعيدين اليوم. مجرد هذا الحديث هيك أعطانا شوية رواق، إن شاء الله تكون كل اللي عم يسمعونا كمان استفادوا. أكيد. أهم نصيحة بتحب توجهها للناس؟ نحن دائما عم نحاول نشجع إن نتداوى، بالنهاية الدواء والحالة النفسية إن تتداوى هي مو مشكلة ولا أنا عيب بالنهاية. صحيح، طبعا بداية ان شاء الله تكونوا دائما بحالة راحة ومرتاحين، ونتمنى لكم ولجميع المشاهدين الراحة. ولكن الراحة بدها شجاعة، بدها علم، بدها ثقافة. ما بيكفي نقعد ومكتوفين الايدي ونقول بدنا راحة، لحتى نرتاح بده يكون في عنا سايكو اديوكيشن، ثقافة نفسية. خلونا نقرا يا جماعة، نقرا عن المشاكل النفسية عند ابنائنا، عندنا، عند أقاربنا، عند أي شخص. خلينا إذا ناقشنا بالموضوع النفسي نناقش بعلمية. يعني أنا بسمع كثير من الآراء، ولكن يعني شيء بيخجل الآراء، يعني هن عبارة عن آراء ممكن يكون عدة نساء عم يشربوا قهوة صباحية وكل واحدة عم تدلي بدلوة ومن عندها. نحن العلم ما عاد في حدا يدلي من عنده، العلم له مصادره وله إثباتاته وبراهينه، تجارب الطويلة وتجاربه المثبتة بالدليل والبرهان، وله علاجاته. فإذا كنت بتعرف تحدث، ما بتعرف يفضل أنك ما تتحدث، لأنك رح تشوه لي دماغي، وبدي أنا أضطر بالمرة الجاي شيل هالتشوه لحتى أحط المعلومات السليمة. خلونا نقرأ، خلونا نزيد من ثقافتنا، خلونا فعلا نهتم بمشاكل الدماغ اللي هو موجود كأول عضو نبيل بجسم الإنسان، مثل ما منهتم بمشاكل جهازنا الهضمي وجهازنا القلبي والدوراني والتنفسي، كلهم مهمين. ولكن للأمانة هذا أيضا دماغنا مهم جدا، مشاكله إذا ما كان مرتاح سارعوا للاستشارة، مو من أجل أنه يصير في عنا مرضى كتير لا سمح الله، إن شاء الله كل العالم بتكون بخير، ولكن من أجل أنه تكونوا بخير سارعوا للاستشارة، لأنه العلاج المبكر والوقاية خير من قنطار علاج. أكيد. شكرا دكتور راغد هارون، أخصائي في طب النفس، لحضورك معنا اليوم ولهالنصائح الحلوة. إن شاء الله هيك على طول صباحاتنا بتكون رائعة بهالنصائح، إذا أكيد طبعناها بحياتنا اليومية. أكيد. شكرا لك دكتور، وإلنا لقاءات قادمة إن شاء الله ومواضيع تانية. شكرا لك.